نصيحة، ابعد عن اللي طبعه مش طبعه ولا اللي ملوكش عزيز ولا كبير عشان ما تصغرش نفسك. ابعد عن بخيل المشاعر، ابعد عن اللي بيحترموش الكبير ولا الصغير، ابعد عن الحاضر، ابعد عن الكذاب، ابعد وبس. انت مش ناقص مرضى نفسيين في حياتك. هتقولي هبعد عن كل الناس؟ هقولك ابعد، بس هقولك حاجة، تعال ادرس كل شخصية انت عرفتها في حياتك، هتعرف مين فيهم الصادق ومين فيهم الكذاب، هتعرف مين كان سبب حزن ليك، مين كان سبب جرح ليك، مين اللي كان بيتكلم قدامك حلو وفي ظهرك خنجر في ظهرك. ركز في كل شخصية، صدقني هتقابل اللي شبهك وهتقابل اللي قلبه نظيف، بس لما تقابله امسك في بيديك وسنانك. ما بقولكش نافق، ما بقولكش اكذب، ما بقولكش تعايش مع الناس بالنفاق، بس هقولك بينك وبين نفسك في احترام، في تقدير، في تعزيز لنفسك. دايما خليك في المكان الصح مع الناس الصح. الدنيا كتير وفيها ناس اشكال والوان، بس المهم ان نكون مع الناس الصح في الوقت اللي فعلا بنحتاج الناس دي تبقى معنا. دايما الشدة بتبين مين كويس ومين الوحش. طول ما انت كويس هتلاقي كله حواليك، طول ما انت مش كويس كله قليل. تحياتي يحيى شيخ.